وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى حوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الأمان. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يعد من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة. هذه رسالة لنا جميعا، كيف أن نكون عامل خير ونعمة على البشرية، وكيف نسهم جميعا في صنع السلام الذي نريد. هذه رسالة لكل الناس، من شعب فلسطين الحبيب ومن شاعر الأمة العربية والفلسطينية. كلام مهم جدا، نرجو أن يصل سلاما على عقول وأفئدة إخواننا في الصين الذين ينعمون بالسلام ويصنعون السلام ويساهموا في صنع السلام. مع كامل التمنيات بالخير والتقدم والرفاه.